تسمعني عشان اقول لك انا اصلا النهار خدي الله يخليك عندك اخويا كان عايز ينتج جو ما كانش غير اسمع يا سياد الاوديو صونيلي كونوا صريحين مع بعضياتنا ما كانش خصك تشوفهم في يوتيوب دابا ياك وكان حيت تابعينك بزاف ديال اللي يكون فوق البيرو ديالك اللي خاصك تفهمهم ولكن كتحس براسك عيان القانا ما كايناش في خطره داكشي علاش كنبقاو اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا وكا اليوم غاديين والدروس مازال ما تقراوش داكشي علاش اليوم جينا نشوفوا خمس خطوات اللي غتخليك تقرا ساعات اكثر بمجهود اقل. إذن أول حاجة خصنا نعرفوها جميع هو أنه شيء طبيعي نحسو براسنا ني موتيفين قبل ما نبداو نقراو. علاش؟ حيت العقل الإنسان ديما كيحاول يقلب على الراحة ديالو أولا كيطبق دوك النمط اللي ولفناه كل نهار لا في التفرجة ولا الراحة. ولكن ما تخافش راه ماشي غير واحد ولا جوج اللي كيحسو هكا، راه بزاف د الناس بحالنا. أولا دوك الناس المتفوقين في الدراسة ديالهم عندهم شي قوة سحرية اللي كتخليهم يقراو بلا ما يعيو. راه مني وجبت فاش بغي ندير غير هاد الفيديو هذا غير باش نصورو تطلب مني بزاف ديال الطاقة، ولكن بسبب هاد الكلمات هادو باش يحيدو ليا من بالي قرر ندير لكم هذا الفيديو هذا اللي غيكون فيه خمس خطوات وما بغيتكمش تنساو الخطوه الخامسه اللي هي افيكاس وحسيت بها بدلات ليا بزاف في الطريقه ديال الخدمه ديالي وثقوا بيا الا تبعتوها غتكون انت هو هذا وهذا هو الكور كنضمن لك شي داك الكور غادي تاكلو بكل بساطه. اذا ما كثرش عليكم بزاف ننزل اول خطوه واللي هي بكل بساطه المشي والتحفيز الذاتي. اذا هذه هي اول خطوه واسهل وحده فيهم واقيلا، ولكن اللي لاحظت من طبقتها على نفسي هو انه مع مرور الوقت عقلي كيحاول يوهمني بلي انها ماشي ضروريه، وهذيك 15 دقيقه ولا 20 دقيقه اللي غادي نخرج نتمشى فيها راه يمكن لي نبريباري فيها وما نضيعش هذا الوقت كامل. ولكن ثق فيا هذيك 15 دقيقه اللي غتخرج تمشى فيها غتخليك تقرا واحد 3 السوايع على 4 السوايع كونتين وغتكون مركز مزيان، حيت لو في ديال انه تنوض من البيرو ديالك وتخرج تمشى كيعمل واحد البريك ما بين العيا ديال الصباح كامل لي كور ولا اي حاجه دوزتيها في الكلاس ديالك ما بين الخدمه اللي تابعك او اللي كل اللي خصك تساليهم. سي بور سون انا فاش كنقول لك خرج تمشى راه ماشي بالضروري انك تكون معك شي صاحبك، بالعكس انا خصك تكون بوحدك كونسونطرا مزيان بداكشي اللي تابعك لي كوب اللي خاصك تساليهم او اللي سيغي اللي عندك، ماشي بالضروري تخرج شي بلاصه بعيده، خرج اقرب مكان اللي هادئ وتقدر تفكر فيه او جلس تسمع الموسيقى ديالك، دير اي حاجه كتعجبك ولا غتخليك تكونسونطرا مزيان وترجع. الا ما توفرش لك هادشي كامل غير تجبد لي اسيدي فشي بلاصه وفكر مزيان بداكشي تابعك وموتيفي راسك براسك حيت ما كاينش غادي يموتيفيك من هنا. دابا يلا نرجعوا للبيت باش نشوفوا الخطوه الثانيه. اذا دابا رجعتي للبيرو ديالك يبيان سي غتكون عندك واحد الانرجي زايده بزاف على قبل. علاش؟ حيت بدلتي المود ديالك ما بقيتيش في نفس السيتوياسيون، راك خرجتي وموتيفيتي راسك مزيان وضحتي الامور لراسك والهدف كيكون عندك باين دابا. ولكن ثاني خطوه واللي مهمه في الليست ديالنا واللي خصك تطبقها دابا هي انك تنظم مكان العمل ديالك. ايه سي الباص اللي خصك تقرا فيها تكون منظمه ومرتاح فيها. علاش؟ حيت عقلي خصو يكون مركز غير على الكور ما يتستريساش بشي حاجه اخرى. ها انت تبع معايا لوجيكمون، طبقنا الخطوه الاولى تمشينا موتيفينا راسنا، جينا نقراو ولا ما نطبقوا الخطوه الثانيه؟ بدينا نقراو شويه تفكرنا بلي خاصنا شي بوليكوب انا نقلبوا عليه ما لقيناش وبقينا متقلبين مستريسين معاه كنقلبوا على داك البوليكوب والو ما جابش الله. من بعد 10 دقائق عاد لقيتو محشي في شي بلاصه جبته وحطيتو. شويه خصني نقلب على دي فيديو اللي غيخصني نفهم بهم الكود، ابخي غنبقى نقلب على لي فيديو شويه تسلت ليا يدي نقلب على الفيسبوك شي ميساج هاني ضيعت الوقت. ابخي واحد نص ساعه بريباراسيون جاي الناس خصني دابا نوض نصاوب اون كافي، ايوا هاني ضيعت 10 دقائق اخرى وهذا غلط كنت كنطبقو حتى انايا في الاول. هو غلط كبير بزاف. علاش؟ حيت كنت كنبدا مع 8 د الليل كتوصل 12 د الليل كنقول واو بريباريت واحد 4 سوايع كونتيني مزيان، ولكن فاش كنجي نشوف راسي شنو بريباريت كنلقاهم بارتي صغيره في الكور ورا ما درت والو. داكشي علاش هاد الخطوه هادي مهمه بزاف. اذا اول حاجه خصني ندير هو نجبد لي بوليكوب اللي محتاجهم نحطهم حدايا، نقلب على لي فيديو اللي غيخصني نفهم بهم الكور نحطهم سيغ بيغو، نجيب قريعه د الماء ضروري اولا اون كافي باش طير عليا الناس وعلى بركه الله. اذا ما نقدر نقول غير برافو عليك راك درتي اهم خطوات باش تبدا البريباراسيون ديالك. دابا ندخلو في المعقول، البوليكوب راه واجدين قريعه تاع الماء وحتى القهوه بطبيعه الحال، وندخلوا الخطوة الثالثة واللي مهمة بزاف وهي تحديد هدف واحد. شنو بغيت نوصل لكم من هاد الخطوة هادي هو انك خصك تختار كور واحد ما تخربقش ما بين بزاف ديال الدروس.
عطي لعقلك ميسيون وحده اللي غادي تجي سهله هاد الليل. علاش؟ حيت الا تهربتي من بين ثلاثه ديال الدروس وفي الاخر ما كملتيهمش وغدا نفس المشكل، عقلك غيولي عنده واحد الفكره ديال انك راك فاشل وغيجيك عادي انك تبقى تكمل الدروس. ولكن الا طبقنا العكس، هادي الا اختارينا واحد الكاتر بارتي وساليناهم غتكون ساتيسفي براسك، ومع الوقت غتطور في لي كاباسيتي ديالك وغتولي تقرا ساعات اكثر وغنحصلوا على النتيجه اللي بغينا في الاخر. نعطيكم مثال، عرفتي ديك الجوي اللي كيلعبوا بها الهامستر؟ ها هي، بغيتكم تخيلوا معايا وتلقوا هذا السرح. مثلا خدينا واحد ثلاثه الهامستر حطيناهم في هذا الجوي هذه، كل واحد غادي ياخذ اتجاه وهذاك الجوي عمره ما غادي يدور. ولكن العكس، الا حطينا غير واحد الهامستر راه ياخذ واحد الديريكسيون وغيبقى يدور. راه دوك هما الدروس ديالنا، وحاول تفهم معايا. رابع خطوه وهي الاكتيف ليرنين، التعلم الفعال. من بعد مجموعه من الابحاث اللي قمت بها على قبل هذه الخطوه هذه، لقيت انه بزاف فيديوهات في يوتيوب كيحاولوا يلقاو الحل ديال اننا نقراو اقل بتركيز اعلى، ولقيت انه هذه الاستراتيجيه هذه كتلخص في ثلاثه الكلمات اللي هو SQ3R، S for survey، Q question، and 3R read recite and review. بخلاصه هذه الاستراتيجيه هذه كتحاول توصل لنا انه قبل ما نبداو هذا الكور خاصنا نحلوا الكتاب، نشوفوا التصاور اللي كاينين في لي بارتي اللي قررت انا نقراهم، العناوين الكبار والصغار، وهكا يطيحوا هنا واحد التساؤلات. هاد العنوان اش كيصلح؟ هاد التصاور شنو بغات توصل لنا؟ علاش؟ حيت فاش نبدا نقرا غنلقى راسي انني كنجاوب على التساؤلات اللي طاحوا عليا قبل، وغيبين الكور ساهل. اما الى العكس، جيت وانا ندخل في الكور وبديت كنقرا راه غنتصدم وغنرجع في حالي اللور وغيجيني صعيب بزاف. اذا وصلنا لخامس خطوه واللي هي الاخيره اللي قلنا عليها قبل، انني حسيت بها بدلات بزاف في طريقه هاد الخدمه ديالي وديفلوبات الكاباسيتي ديالي في بريباراسيون، واللي هي البريكس اند ريوردز. بريكس اللي هي فترات الاستراحه، ريوردز المكافئات. قبل ما نتعمقوا في هاد الخطوه هادي، بغيت نعاود لكم واحد القصه ديال واحد التجربه قاموا بها في جامعه اوكسفورد اللي جمعوا فيها غير الادمغه ديال دوك الطلبه، حطوهم في واحد القسم وعطوهم ديكور وقالوا لهم هانتوما غتبقى تبريباري حتى ما تقدروش تزيدوا حرف واحد، صافي يعني عقلك يوقف. دازو بزاف ديال الساعات، من بعد داروا لهم واحد التيست على دوك لي كور اللي دوزوهم، لقاو في مجموع ديال النقاط ديالهم انه فترة ديال التركيز ديالهم ما كتعداش ما بين 30 دقيقه و 45 دقيقه. الخلاصه ديال هاد التجربه هادي كتقول انه عقل ديال الانسان ما كيقدرش يركز اكثر من 30 دقيقه حتى 45 دقيقه. اذا خصنا ضروري نعمروا واحد البريكس اولا واحد فتره استراحه ما بين كل نص ساعه، باش هكا نقدروا نبقاو في تركيز اعلى ونضمنوا واحد الاستمراريه في البريباراسيون ديالنا. وهذيك 5 دقائق اللي تستريح فيها يمكن لك تاخذ شي حاجه كتعجبك، شي شيبس ولا بيمو، باش تكافئ راسك على ديك النص ساعه اللي دوزتي، وهكا كل نص ساعه تاخذ واحد الهديه. ولكن اللي كنصحكم به هو انه في ديك 5 دقائق من الافضل انك تكا في اللي ديالك ترتاح شويه وتنوض وتكمل نص ساعه اخرى. وكاين مجموعه من التطبيقات اللي غيعاونوكم على هذه الاستراتيجيه هذه. مثلا التطبيق هذا اللي سميتو فوغيست، لا تلقاو في الكونفيغوراسيون ديالو شحال الوقت اللي بغيتو تبريباريو وشحال الوقت اللي خصكم تاخذوا في البريكس. وهكا فوق ما سالت هذيك 30 دقيقه اولا 40 دقيقه على حسب شنو اختاريتو، غادي تصوني عليكم وغادي توقفوا. فاش تسالي هذيك 5 دقائق عاودي صوني باش تبداو البريباراسيون، ومع الوقت غتبقى نص ساعه وتزيد 40 دقيقه 45 دقيقه، وهكا تطور الكاباسيتي ديالك في البريباراسيون. هكا نكونوا سالينا الفيديو ديالنا. اخر حاجه بغيت نشير ليها هو انه على مستوى القناه اللي نحط فيها هذا الفيديو قراتي في تليفوني غتلقاو مجموعه من الفيديوهات، سواء كنتي باشوري او لا ايتيديون دو سيب غينفعوك بزاف باش تفهم لي كور ديالك. المهم زدت اليوم باش وصلكم لي بارتي لي ماجين، دير لايك وسبسكرايب، ما تحرجوش بناتهم، باي.